وصلنا لختام موسم 2019، هذا الموسم الرائع والمثير في الكرة الأوروبية والعالمية. اليوم راح نخصص آخر حلقات هجمات مرتدة ليكون عن تقديم دوري أبطال أوروبا اللي بيجمع لأول مرة فريقين إنجليزيين من بعد 2008. بيشرفني أن يكون معي الكابتن والمحلل الكاتب الرياضي الكابتن هشام حرب. أهلا وسهلا فيك، دائما بتنورنا بهجمات مرتدة حبيبي. كابتن متري كمان أهلا وسهلا فيك حبيبنا. خميس روما جايينا، هو رومانسي الزلمه يعني معروف معروف للكل. طيب قبل ما نبلش خلينا نقول مسيره الفريقين ما كانت سهله. ليفربول بدور المجموعات كان بالمجموعه الثالثه مع باريس سان جيرمان ونابولي وسيرفينا، تاهل ثاني المجموعه بدور ال 16 بايرن ميونخ بصعوبه، بعدين بورتو، وبالنصف نهائي الملحمي كانت قدام برشلونه. توتنهام كان بالمجموعه الثانيه مع برشلونه وانتر وايند هوفن، عبر بال 16 على حساب دورتموند، بعدين ربع نهائي مان سيتي ونص نهائي المباراة الرائعة على النجم قدام اياكس، يعني لنجم اللي كبوه باريس سان جيرمان بتراب المصاري. مباراة على كل، خلينا نبلش معك هشام. استعرضنا مسيرة الفريقين، عم نشهد سيطرة انجليزية واضحة كان بالدوري الاوروبي وكان بدوري ابطال اوروبا. خلينا بدوري الابطال، يعني ده اللي بنشوفه دلوقتي هو اللي كنا بنشوفه من كمان من كام سنه في الدوري الاسباني لما كان إشبيلية مسيطر على اليوروبا ليج وكان ريال مدريد او برشلونه بيتبادلوا الفوز بدوري ابطال اوروبا. لكن لما كانت الانديه الاسبانيه بتعمل ده كان بيطلع كلام زي ما اصل الدوري الانجليزي ضغوطات كبيره، والدوري الانجليزي عندهم اربع منافسات وخمس دوريات وتسع مش عارف ايه. صحيح، لكن الحقيقه ما كانش ده السبب، ما كانش ده السبب في فشل الانديه الانجليزيه. صحيح. فشل الانديه الانجليزيه لان ما كانش في لعيبه بالمستوى اللي تؤهله ان هو ينافس اوروبيا سواء على مستوى اليوروبا ليج او على مستوى الشامبيونز ليج. صحيح، ولا فكره تدريبي كان موجود تماما. والمدربين نفسهم كانوا راضيين بالفكره دي عشان لما عارفين لما حد يجي يكلمهم يقول لهم والله اصل احنا مضغوطين انجلترا صعبه وهم خلاص كانوا مرتضين بده لحد ما الحقيقه جه كلوب عمل ثوره في ليفربول واعتقد في الكره الانجليزيه طبعا. بعدين بيب، بعد طبعا بيب جوارديولا، حتى بوتشينيو اللي انا شخصيا شايف ان هو يعني ده فعلا الوحيد اللي ما اتكلمش يعني مورينيو، بس هو من ايام ساوثامبتون جيد يعني بوكيتينيو، حتى كان فريقه ممتاز يعني مع ساوثامبتون، بس يوصل اوروبا ليج ما جابش لاعب في سوق الانتقالات، ما جابش لاعب وما اشتكاش، ما اشتكاش زي مورينيو، ما اشتكاش زي يعني مورينيو كان بيشتكي، كلوب احيانا كان بيشتكي، جوارديولا اللي جايب لعيبه كتير جدا كان بيشتكي. الراجل ده ما يعني عامل شبه انشيلوتي كده، يقولوا يدوك اللعيبه دول يقولوا لهم خلاص اشتغل بالموجود. طيب متري عملنا تقديم جيد محرم، ولكن خلينا نفوت فورا بالنهائي دوري ابطال اللي بيجمع توتنهام وليفربول. ألان شيرر كان عم يقول انه ليفربول توتنهام حسابيا قدام ليفربول، من اصل 14 مباراه يمكن فايز وحده، فعمليا حاسم ألان شيرر حاسم النهائي لليفربول. رايك؟ ما كان مثل ما كانت محسومه لمانشستر سيتي وقت التو، هذا باختصار. هلا في نقطه بس بدي عليها، انا مو برايي انه اللي صار انه الانجليز تراجعوا او انه كانت ما هي حدوده. فعليا هن الانجليز كانوا مسيطرين لحد مرحله 2010، من بعد 2010 وفعليا من 2008 بلشت الكره الاسبانيه قدمت الكره الرياديه بهذا العصر اللي هلا هي صارت احسن كره بالعالم واكثر كره مرغوبه، فاخذوا وقت العالم لبين ما رجعوا استدركوا. والدوري الانجليزي الممتاز لعرفت الانديه توجه موارده، هلا هون فينا نقول انه جابوا المدربين الكبار طعموا الفكر، ومن الطبيعي انه الكره الاسبانيه ما تضل مسيطره كل الوقت، تتراجع هون بقى رجعت طلعت انجلترا. فانا برايي اللي عم بيصير هو شيء طبيعي، وهن هذول الدولتين فعليا هن يملكوا احسن دوريين باوروبا، هن اللي عم يقودوا كره القدم مبدئيا سواء من حيث الانديه ولا سواء من حيث التمويل ولا الدوري الانجليزي قائد للدوريات كلها بكيف تدار كرة القدم، كيف يبنى دوري والماركتينج وكل شيء. هاي نقطة، هاي مسألة توتنهام. توتنهام انت تم الإقلال منه كتير، تم ما حدا توقع يوصل لهون، كله كان مع انه فاز على ريال مدريد 3-1 بنسخة سابقة، رجع فاز على مانشستر سيتي، اوكي بيقولوا لك بالحظ، لا سيدي بالحظ، رجع مع الاياكس، رجع غلبوا باخر دقيقة، هذا ما يعني تتالي الحظ ما نحظ، عرفت شو؟ هو عملية اصرار، هو منتاليتي، والفريق عنده
معلش مع مواهبه مو قليله. هلا هاري كين على جنب، بس اذا هلا هاري كين رح يرجع، عندك سونغ، عندك اسماء كثيره، مورا، مورا اللي حط الثلاثيه، موسى ديلي الي، يعني اسماءه ما انا سهله، بدنيا قويه، اغلبيتهم لاعبين منتخب فنيا، فنيا من توتنهام. يعني انت انت عم تحكي على لعيبه مميزين جدا، وانجلترا اجمالا صار بالسنوات الاخيره صارت تطلع لعيبه شباب. يعني هلا مانشستر سيتي ذيك المره في تقرير لعيبته اللي طلعهم انجليز 300 مليون حقهم هلا بيتقيموا بسوق على راسهم سانشو. صحيح. فانت عندك لعيبه انجليز قدرانين يعملوا شيء، وتوتنهام عنده كميه هائله من اللاعبين الانجليز، ومباراه دوري الابطال مختلفه جدا عن مباراه، وخاصه الدوري. النهائي خاصة النهائي. انت كل مباراة دوري الابطال تنحسب خمس دقائق. صح. على كلين، بما انه دغري فتنا بتفاصيل النهائي محرم، في قانون جديد بالاتحاد الاوروبي لازم نطلع المشاهدين او المتابعين عليه، انه الاتحاد الاوروبي لاول مره بدوري الابطال بيسمح ب 12 بديل. ممكن هذا القانون جديد مدري، ممكن هذا يكون نقطه بلس لليفربول، لانه دكه بدلاء ليفربول اقوى اذا استعرضنا الاسماء، اقوى من توتنهام. زي ما كان بيقول الشامبيونز ليج ما ملوش حسابات، يعني ممكن تكون، بس هي تلعب على التفاصيل. صحيح، تلعب على التفاصيل طبعا طبعا، بس يعني انا في العادي بقول ان اي مباراه تنزل فيها 50% 50% للفريقين. صحيح. الشامبيونز ليج انا ازعم يعني ان هي اكثر عادله من اي حاجه ثانيه، ان هو الفريقين كل واحد نازل معاه حظوظه، معاه لعيبته، معاه اللي منقيهم المدرب. والشامبيونز ليج صعب اي حد، يعني انت زي ما كنت تقول ألان شيرر قال ان الموضوع محسوم، لا 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 خالص، يعني مش محسوم، يعني قال انه في تفوق، يعني رجح ليفربول، يعني رجح كفه ليفربول عشان ايه؟ عشان في 13 ماتش 14 ايه بواحد يمكن، او 13 بواحد، اي واحد فيهم كان في دوري ابطال اوروبا، اي واحد فيهم، اي ثاني ورابع انجلترا، اي واحد فيهم كان في نهائي دوري ابطال، ولا واحد. توتنهام جمهوره مش قادر يصدق انه هو في النهائي، هو في نهائي دوري ابطال. صح. ولا نحن يعني كمان عايز اقول لك، جمهور الانجليزي مانشستر سيتي مش مصدق الطفره اللي حصل لهم. كنت قريب بتفرج على في مجموعه المشجعين بتاع مانشستر سيتي هنا انجليز، واحد راجل انجليزي قال لي انا معايا تيكت سيزون بقالي 35 سنه، وما كنتش اتخيل في حياتي ان انا اخد ثلاثيه. كان يوم ماتش الفوز بالثلاثيه. فزي مانشستر سيتي جمهور توتنهام مش قادر يصدق ان هو وصل تشامبيونز ليج، ومن حقهم ان هم يحلموا، ومن حقهم ان هم يلعبوا على الفوز، لان 50-50 وانا مش شايف ان في حد اعلى من الثاني. خلينا نبلش بالليفربول بما انه قال 50-50، غياب كيتا امبارح اعلنوا عنه، وفيرمينيو مانو يعني مانو جاهز تماما، بس بس مانو جاهز تماما متري، ممكن هذا يكون اثر على مستوى، لانه كيتا حجر اساس، يعني ايه وحجر الاساس ما كان بلعبه برشلونه، قدروا يربحوا. برشلونه كان ضايع، انت برشلونه اللي كان ضايع، انت ليفربول اثبت كل وضوح انه الدكه تبعه عميقه للغايه، وبيقدروا لعيبته الاحتياطي يعملوا فرق. هي يعني فانا باقي بعد لعبه برشلونه الغيابات في ليفربول لا تعني اي شيء، لانه اكثر من انه يغيب فيرمينيو وصلاح وكيتا عن مباراه واحده ومع برشلونه ولازم تربحوا 4-0 لتأهل وتصير، فاثبت ابدا تماما انه اخي الغيابات لا تعني. هلا صفوفه مكتمله، هون ممكن يكون في رد فعل عكسي، ممكن يتسلحوا بثقه زائده. هذيك بمباراه برشلونه كان ظهرهم للحيط، هلا بجوز يقولوا ايه لا ليكم صلاح رجع وفيرمينيو رجع ونحن ربحنا برشلونه، ممكن بقى يتاثروا كثير. هي نقطه. فالنقطه الثانيه، بس النقطه اللي ممكن تلعب لصالح ليفربول، انه لازم انه هن بدهم يتكافئوا على هذا الموسم، يعني قدموا موسم خرافي. صح. بكل المقاييس، وبالاخير فرقت معهم على يعني انت خسر الدوري من دون ما يكون حق عليه حتى، يعني يمكن هو حق عليه وقت كان الفريق سبعه ورجع سبعه، بس هي بتصير الحق عليه، مليون في الميه، مليون في الميه الحق عليه. لو انا فريق مش قادر احافظ على فرق سبع نقط، يبقى انا ما ينفعش اخد الدوري. هلا المشكله انه مانشستر سيتي وهو فرق نقطه واحده استحمل الضغط، لان حتى ليفربول كان بيلعب قبل مانشستر سيتي في الجدول. ايوه قبل، فاستحمل الضغط ان الفريق المنافس ليك بيكسب، وهو عارف ياخد الدوري. لما كان انت الفريق يبقى الفرق بينك وبين الثاني سبع نقط وما تحافظش عليهم، يبقى انت ما تستحقش. طيب هي كرة القدم بيصير فيها تبدلات كثير، يعني ما ممكن انت يعني 100% حق على ليفربول انه هو اللي فرض سبعة، هي ما فيها خلاف، بس ما فينا نقلل كمان من قدرة مانشستر سيتي، لأن العقلية اللي عندهم على المستوى الدوري على الأقل هي عقلية خارقة. ما بتكلمش دلوقتي على قدرة مانشستر سيتي،
خلاص مانشستر سيتي انت خلاص فرقت عنده 7 نقط. نتكلم على قدرتك انت كليفربول. لا بس 7 نقط دول صارت كتير يعني. انت برشلونه 2007 اعتقد كان فارق ريال 10 نقاط برشلونة فاز عليه. لاتسيو كان فارق ميلان بال 98 الانجليزي. الدوري الانجليزي الناس كلها عارفه ان ما حدش. طيب كان الدوري 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 الايطالي حدش سمع عليه. لا بس الدوري الايطالي بالتسعينات كان اصعب دوري بالعالم. كريستال ربحهم ليستر كان فرق كان فرق لاتسيو عن ميلان بال 98 11 نقطه او 10 نقاط. ميلان جاب الدوري يعني ما علينا. الفكره انه انت ممكن ان الفريق يتقدم وبعدين يفوز فهذا شيء طبيعي يعني. بس انا عندي هون نقطه لإلك ولمحرم والنقطه اللي ممكن تشكل ضغط على كلوب انه كلوب استلم الفريق من 2015 ولهلا ولا لقب مع ليفربول. هذا ممكن يشكل ضغط على انت شايف على ما رجل. شايف لعيبه ليفربول ما شايف جمهور ليفربول قديش راضي عن الفريق. راضي بس هو الزلمه من 2015 بلا ولا قال لقب. هذا ممكن يشكل ضغط ممكن يفوت على المباراه مضغوط اصلا. دي مشكله يعني. دي مشكله يعني. مثلا لو فرضا مورينيو اللي حقق النتائج اللي كلوب حققها دي كان هيتفرم ده ما خدش ولا بطوله. بس هو كلوب محبوب مورينيو مش محبوب. مورينيو كان يعني مورينيو كان واخد يعني اوروبا ليج وكان واخد. لا بس في سبب وكأس. بس في سبب في سبب ليش؟ لانه مورينيو ما بيترك مناسبه ما بيقعد بتغزل بانه هو مدرب التفوق ومدرب الالقاب. فانت بدك تيجي تقعد تفرم العالم بانك القاب وما انك مدرب بتجيب القاب لاي نادي بتجي عليه وما بتقدم ما بتجيب القاب يعني طبيعي يفرموك. بس يورجن كلوب ما يوم ما قدم نفسه كمدرب فايز. هو قدم كرة نفسه انه ايه قدم كره قدم. هذا هيك ايه بس هي لايمت بدها تصبر الجماهير يعني الاداره صار لها 5 سنين صار لها يعني هذا القصد. لو خسر النهايه بس راضين عنه تماما. راضين عنه تماما جمهور ليفربول كده. جمهور ليفربول لو خسر السنه دي قال له خلاص نيكست يير اور يير وهيكملوا يعني. هم بقى لهم من طيب. من البريمير ليج بداوا هم بيعملوا. بما انه نحن عم نحكي عن تفاصيل قرأت تقرير ولا أجمل من هيك بيقول لك إنه استعان يورجن كلوب بدنماركي اسمه جروني مارك. جروني مارك تبع رميات تماس بيقول لك هذا أصبح عندهم حلول 18 حل والرقم دقيق 18 حل للاعبين برميات التماس. النهائيات تلعب على التفاصيل هشام. انا مش متذكر اسم اللاعب بالظبط. كاس كان بتاع ستوك سيتي هو ده جروني مارك. لا هو دنماركي جروني مارك. كان وقت ستوك سيتي كان اللاعب ده كان اللي بيقلب قصدك شقلب بيعمل. لا كان بيلعب عادي مش عادي بس ضرباته مثل ضربه ركنيه 51 متر ركنيه. هو سجل رقم قياسي بجنس 51 متر ياسر سباعي. ايه لا وعندنا لاعب الشرطه كمان. لا لاعب الشرطه كان يقلب بس ياسر سباعي كان معروف. فيعني هذا احد الحلول اللي التفاصيل او احد التفاصيل اللي بيلعب عليها المدربين بالنهائيات يعني. والله انا لو انا مدرب وهكسب باي طريقه ممكنه هلعب بيها. هلعب بقى ضربات جزاء ضربات تماس ضربات ركنيه هشوط من بره. هلعب اي حاجه ممكنه ان انا اكسب بيها لان هتكون ضربه قاضيه لجمهور ليفربول. وليفربول لو ليفربول ما كسبش الشامبيونز ليج بعد ما وصل ثاني سنه على التوالي النهائي ويخسر. خصوصا الناس السنة اللي فاتت كان برغم ان هو كان بيلعب ريال مدريد فريق اكبر بكتير من توتنهام الا ان الناس كانت متفائله. جمهور ليفربول كان متفائل ولا وهنكسب ريال مدريد وبتاع. جه في اول راموس راموس وصلاح الكلام بدا ينزل تحت شويه وخلاص الناس قالت لا ده ريال مدريد هيكسب لحد ما ريال مدريد كسب. لكن توتنهام اقل كتير من ريال مدريد وعشان نكون على الورق اقله على الورق يعني. لا اقل كل حاجه من ريال مدريد في التاريخ والتاريخ تماما 100% ريال مدريد هداك. بس احنا ما كثير نقلل من قيمته يعني. لا انا بتكلم تاريخيا تاريخيا بتكلم حقيقه تاريخيا ايه بس توتنهام يعني العوده قدام اياكس متري صفعتنا. انا صفعتني لك اخي انا كنت خلاص كنت حاطط اياكس انا ثلاث ارباع انديه العالم 90% من انديه العالم اقل من ريال مدريد. انا ما اقدر عم اقول لك شيء بس ما نقلل الا مانشستر يونايتد كاس راسه. ما نقلل من قيمه توتنهام امام ليفربول. انا لا ما انا ما هذا اللي عم يعني لو افتكر انا بدات كلامي وقلت ان 50-50 بالعكس منتهى العدل. انا الشيء اللي بحسه انه انت وقت تلعبوا فريقين من دوله واحده بنهائي بطولة قارية عن جد يعني كأنك عم تلعب ديربي يعني مثلا ممكن إذا لعب مثلا ريال وليفربول كانت تنوزن ممكن يقول لك هذا أقوى بهي هذا أقوى هم تختفي لأنه زين بيعرفوا بعضهم مين وهلا ومو ضروري الشيء اللي أنت حافظه بالدوري يزبط معك صح يعني مانشستر سيتي وتوتنهام كانت محسومة لمانشستر سيتي أو تاني يعني
لا وراح غلبوا بعد وراح غلبوا بالدوري الاسبوع بالدوري يعني. جماعه بتوع المراهنات بتوع الدوري الانجليزي دول اكتر ناس في حياتهم بيتعبوا يعني. الدوري الانجليزي ده صعب صعب حتى قبل الماتش يبدا بداخل وولفرهامبتون و ومانشستر سيتي ممكن الولفز يكسبوا تلاقي ما ده كسب ارسنال 3 كسب ارسنال 3 ستوك سيتي ومانشستر يونايتد ستوك يعني لا لا, لا وانا في عندي شغله بس بتحكيها هلا انت بدك تفوت على توتنهام بس بدي اسالك اخر سؤال على يورجن كلوب قبل ما ينقفل يعني بدي اسالك انه يورجن كلوب او ليفربول بشكل عام عنده مشكلتين المشكله الاولى خلينا نقول انه هو له 3 اسابيع ما لعب فوتبول فقد الزخم تبع الدوري الانجليزي نفسه لا توتنهام ما تغير ايه بس يفرق انا عم بحكي عن ليفربول هلا انه هو كان بزخم صراع شديد على الدوري وقف له 3 اسابيع هل هذا سؤالي لك متري هل هذا الشيء رح ياثر عليه بالنهائي ما المفروض هي المشكله الاولى وسؤال نفسه لهشام لا لا ما المفروض ما المفروض السؤال الثاني عن يورجن كلوب انه سجله بالنهائيات حتى ايام دورتموند كان سيء بس بيتشارك هو بوكيتينو كمان ما له سجل القاب يعني ف بس ده وصل النهائيات ايه وصل النهائيات بس هي يعني ليك يعني هي حتى معلومه للمشاهدين مشان يعرفوها انه هو بالنهائيات يورجن كلوب ما اخذ ولا نهائي المشكله بالعقد هي التالي انه اذا ما زبطت بيقول لك عقده مستمره اذا انكسرت جاء هي هي انا برايي هي تعتمد عرفتوا هلا لا تشكل ضغط ذهني تشكل ضغط ذهني ما 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 بننكر خصوصا تكرار الصحافه للموضوع قبل الماتشات طبعا يعني يبقى المدرب داخل عادي بس يسمع طول الوقت صحافه انجليزيه وصحافه اسبانيه وصحافه لانه مستحيل ما يقرا عقد يورجن كلوب والنهائيات حتى وانا اكاد اجزم يعني ان هيتسال الماتش ده في هيتسال السؤال ده في المؤتمر الصحفي صحيح وعلى فكره بس اعتقد انه ليفربول عنده دافع كثير قوي هالمره يعني للمره الثانيه يخسر يخسر النهائي راح تكون كثير صعبه وراح يرجع يدخل بخانه المدربين يعني يدخل بالخانه اللي داخلها مدربكم هيكتور كوبر كمان كان مدرب نهائيات قلنا مين يا عم خلاص ما بقاش مدرب مش حساب لا لا يا الله بس هيكتور كوبر كان كمان مشهور بهي القصص انه يوصل ولا يحرز اللقب من المركز الثاني واستمرت معه من وقت فالنسيا وانتر حتى فالنسيا وانتر وانتر وشو اسمه والاخير بعدين جوتمان معكم فهي موجوده هي العوامل الذهنيه دائما بتلعب دور بالمباريات لانه بالاخير المدربين واللاعبين هم بشر وانت بتشتغل شغله اكيد بتكون مضغوط من شيء معين بشيء وباخر هذا على مستوى شغل مكتبي او شغل بسيط صحيح فهذا فانت ما تتوقع ان المدربين ما يتاثروا هن عليهم كل الاضواء وكل الاعلام بس المفروض بناء على الذهنيه التي اظهرها ليفربول خلال البطوله خاصه امام برشلونه يقدر يتجاوز هي القصه بس يتعلم من اللي هو نفسه عمله ببرشلونه ويتوفق وانا طيب. بقي لازم يتوفق شوي كمان. قبل ما نروح نحكي شوي على بوكيتينيو بدي تتوقع بالنهايه مين راح يكون مفاتيح اللعب بالنسبه لليفربول اعتقد الباكات يعني الاظهره روبرتسون و الشباب شدين حلوهم خالص اصلا هو طريقه لعب يورجن كلوب متر بتعتمد على هدول الاثنين ميلنر ميلنر من اللعيبه ما جاب سير كان افضل ما جاب سير صلاح مصاب يعني كده كده غصب عنك انا مثلا حد يسالك تفتكر مين هيتالق برشلونه هتقول ميسي وكذا مين يتالق في ريال مدريد هتقول والله لا بس انا سالته عن مفاتيح اللاعب ممكن لانه صلاح يكون مراهق روبرتسون ما فيك ايه هو روبرتسون بالنسبه لك متري مفاتيح اللاعب ليفربول انا بوافق 100% ميلنر هلا ميلنر مقاتل اكثر انا لعبه برشلونه هو اللي جاب مفتاح اللعب بس هندرسون روبرتسون بس خلي بالك ميلنر ده برضه طلع عينه بعد ماتش لما كان بيلعب في مانشستر سيتي وما ميسي اداله الكوبري قعد سنتين الناس كلها كل ما يشوف ميلنر حتى ميسي وقت قال له جننوا قال له شو عم تظلمني لاني مريت امبارح ليك بزمعني ايه يعني وقتها قال له بورو دون ترجمه ما علينا ايه فانا بتصور انه مثل ما قال الباقات وبدك تتوقع حدا من العمق وانا بتصور فيرمينيو راح يكون مفتاح لعب فيرمينيو طيب ننتقل للحديث شوي عن بوكيتينيو ونعطيه حقه لهذا المدرب هذا المدرب من 2014 هشام مع توتنهام دائما هو دائما بالتوب فور عم نشوفه دائما بالتوب فور يعني عم يقدم كره جميله جدا عم ترشحه كل سنه انا كل سنه بسمع بوكيتينيو رايح برشلونه رايح هون رايح ريال مدريد وبضل بس هو الراجل طلع انا مش رايح برشلونه دي في عمري يعني إيه او حتى ريال مدريد لا 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 ممكن يروح ريال مدريد بس هو عشان مدرب اسبانيول وفي وفاء معين يعني فقال برشلونه استحق لا بس كمان فالفيرتي كان مدرب اسبانيول يعني
بس فالفيردي ما هوش يعني بنفس الروح بتاعت بوتشينو اللي هو متربي في النادي وانا النادي ده هو اللي عملني وبتاع. انت عارف قصه اللي هو ابن النادي يعني. بعدين بوكوتينيو بيشرب متي ارجنتيني هذاك لا بيشرب متي ولا ما كان عارف يجيبه خلص السيزون الموسم الجديد للموسم الجديد ان شاء الله. انا زي ما قلت لك اول الحلقه ان بوتشينيو انا بعتبره افضل مدرب في الدوري الانجليزي. افضل مطور ولا مدرب؟ افضل مدرب في الدوري الانجليزي الموسم ده. هذا الموسم طيب زي ما بقول لك كله جاب كله اشترى كله قضى اغراضه مع الراجل ده وما اشتكاش ومع ذلك حارب في البريمير ليج يمكن ايه بس طلعهم كلهم هي الشكاوي هلا قال لهم يا بتجيبوا لي يا السلام عليكم طلعها انت طلعها هو الراجل بيلعب في تشامبيون هاي ايه بس قال لهم انه اناف يعني يا بقى جيبوا لنا حدا اذا بدنا نستمر يا خذوني اي حاجه انا عملت صح مثلا برضه ذكي ان هو يطلع التصريح ده في الوقت ده ليه احتمال كبير جدا ان هو يخسر هو عايز يقول لهم انا وصلت لكم نهائي تشامبيونز ليج هو ده بيكفي وما اقدرش ومعيش اللي يوديني ابعد من كده صح. ولو كسب يقول لهم بص انا جبت لكم تشامبيونز باللي عندي جبته وانا ما جبتش لاعب واحد ما جابش لاعب واحد في صدر بالعكس باع صح متري انا بوكوتينيو بشوف في عنده ميزه ما حدا عنده وبدك تحكي لي عن مفاتيح اللعب عنده اللي بتشوفهم بوكوتينيو ميزته انه شو اسمه انه بيقدر يدرب اي فريق في العالم مهما اختلف اسلوبه بيختلف عن باقي المدربين يصلح انه يدرب مانشستر لانه في سؤال لك خلينا نشوف فيهم ما بيدرب ما خرج يدرب مانشستر يونايتد صحيح ما خرج يدرب برشلونه صحيح ما خرج يدرب ريال مدريد صح ما خرج يدرب اليوفي ما خرج يدرب ميلان لا خالص بيدرب اليوفي وهو مرتاح وهو مرتاح اسلوبه قادر انه يمشي مع الكل لانه لا له استحواذ زائد ولا له تكتيك زائد ولا له دفاع زياده ولا له هجوم زياده هو ولا تكتيك ولا دفاع يروح يطير يعمل ايه بالانس هو كثير بالانس هو قدران يخلق توليفه مناسبه ما بين اللياقه البدنيه والقوه الجسمانيه بس هو اذا بده يروح هو اذا بده يروح اليوفي مش مشان الدوري لان الدوري محسوم قبل ما يبلش انا هو بده يروح يلعب دوري ابطال مش عايزين مين ياخذ دوري ابطال خلينا نقول لك لا ده اليوفي عايز يجيب جوارديولا عشان دوري الابطال يعني لا هو بده يجيب اذا بده يجيب جوارديولا فهو بسبب ليك كرة قدم نقلة نوعية لكرة رح نحكي كلمتين جوارديولا لا اجى على البايرن ليجيب الابطال لا اجى على السيتي جزء منه ليجيب الابطال تخيل فريق ايطالي بيلعب بكرة جوارديولا ايه مشان هيك اليوفي مشان هيك اليوفي كان عم بيفكر يجيبه ليك وراح يجيب ساري اللي عنده تقريبا نفس الفكر الفكرة منها هي نقلة في نوعية كرة القدم لانه هذا تصرف استراتيجي للمستقبل لانه هي طريقة كرة القدم بايطاليا عم بتموت يعني ما عادت فعالة صار ممكن يعني انك تقعد ورا وتدافع وبعدين تعتمد على المرتدات او ما تكون مبادر هي ما بقى تمشي خلاص حتى منتخب ايطاليا بعناصره الشابه ما عاد لعب هيك يا عم احنا المفروض عملنا الحلقه دي عند روسي والله ما علينا نرجع بوكوتينيو عنده التوازن انه يقدر يلعب مع اي يقدر يلعب مع اي فريق بدك اياه على اختلاف مدارسه وبيعمل نقله فهو اسلوبه بطريقه اللعب ما بين الاستحواذ والجمالية والقوة البدنية يعني هو قدران يوائم اسلوبه بما يناسب النادي اللي بيدرب انت بتشوفه بالنهايه رح يقدم طبعا لا يمكن ما يتفوق ما بعرف المدرب اللي بوجهه مقل بس وادواته اكثر هلا انت عندك سونغ عندك سيسوكو عندك ديلي الي سونغ ايه سيسوكو دي قال يرجع هاري كين يعني رجع عم يقولوا رجع هي انت عم تسالني على المفاتيح يعني هذول كلهم عناصر هي عندك هوغو لوريس بحراسه المرمى يعني هذا اكبر مصيبه عنده بس بيغلط كثير بس بيغلط كثير قوي بس بس, بس 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 مجنون لو بده يشيل طباط بصير مجنون يعني زي بذكرني بحارس برشلونه بس ما بدنا ننسى انه هذا كابتن منتخب فرنسا يعني هيغلط في انه هو انت هو هيغلط في النهايه يعني انت بترشح ليفربول لانه بدي اختم الحلقه انا برشح ليفربول عندك لاميلا لا تنسى كمان هذا ذكرت وعندك لوكاس مورا كمان كرت لوكاس مورا بالنسبة لي أنا من أيام باريس بحبه جيد سريع كتير جيد جدا لا نستهين فيه برجعة هاري كين ممكن الفريق يكسب دفعة معنوية كتير طيب بدي أختم هشام آخر كلمة عن النهائي أول شيء مين بترشح وكلمة عن النهائي برشح ليفربول بس ده مش معناه إن توتنهام هيعمل مباراة قليلة بل بالعكس مباراة تكون أعتقد يعني مباراة تكون كويسة واللي هيكسب يعني اللي برشح عشان ليفربول اهم اسبابه يوريس ان هو بيغلط غلطات سيئه جدا في صوره النهائي يعني متر شغله لطيفه توتنهام وقت لعب مع شو اسمه اياكس
قلنا هي لقاء الاحصنة السود. هلا عم بيلعب توتنهام مع ليفربول، عم نقول هدول المدربين اللي ما احرزوا ارقام صار لهم زمان، هلا بدهم يحرزوا القاب. يعني بالحالتين يعني الامور كلياتها بوجود توتنهام تصبح رمادية، هذا هو المعنى. فلا يمكن انك انت تحسم 100% من صحيح. هلا ليفربول، ليفربول لو خسر الناس هتتعاطف معاه، ولو توتنهام خسر الناس مش هتتعاطف معاه، يقول لك ليفربول يستحق. بس اعتقد انه راح يتعاطفوا مع بوكيتينو لانه هو مدرب لا له مشاكل مع بوكيتينو، مش مع الفريق بيشتغل. ايه ما مو اكيد مو مع الفريق، لا طبعا مو مع الفريق ولاسباب لا مجال لذكرها. فبس الافضل الاكثر راح يتعاطفوا مع بوكيتينو، وليفربول يعني بطريقه ما بيعنينا نحن بوجود صلاح. صحيح. هذا شيء اكيد ولازم يعني يعني له هو ما دخلني هو بيعني له انا ما دخلني إيه انا بحبه لصلاح بس ليفربول في على وبدنا نشوف لاعب تاني غير رابح مانشستر يرفع كاس دوري الابطال، هذا الشيء بدنا نشوفه كمان وبس يعني. فانا بدي ليفربول يربح، اما مين بده يربح؟ ليفربول اقرب، ليفربول اقرب بس بوجود واحد مثل بوكيتينو ما فيك ما في. على كل شكرا متري، شكرا هشام لاخر حلقه. مشاهدين متابعين استمتعنا فيكم، استمتعنا بهذا الموسم الطويل والممتع مع 360 بهجمات مرتده، رافعتونا دائما، كنتوا انتم السبورت والدعم الكبير لنا. لا تنسوا تعليقاتكم وتوقعاتكم للموسم القادم والسبسكرايب والجرس دائما على سبورت 360. بنشوفكم بالموسم الجديد، الى اللقاء.